السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على القناة ديالي ايزاس بيلد. مهم بعد واحد الاستراحة قصيرة من بعد العيد ومن بعد رمضان، كنقول لكم هاني جيت مرة اخرى بواحد الطاخت ديال الفريز. بما انه الوقت ديال الفريز هذا، قلت علاش لا ما نقترحش عليكم هاد الطاخت اللي انا عندي شيء اعتيادي اللي كنديرها زعما في الوقت، ولا حتى في الصيف كتجي باردة وزوينة وفي المقادير ديالها خفيفة بزاف وما فيهاش المقادير بزاف. نتمنى تعجبكم الوصفة ديال اليوم، ونتمنى انكم تتابعوا معي الفيديو حتى الاخر، واهم حاجة انكم تطبقوا الوصفة وما تنسونيش من التعاليق ديالكم والاراء ديالكم وتقولوا لي كيفاش جاتكم. مهم بقوا معي وعلى بركة الله غادي نبدأ بالمقادير. غادي نحتاجوا الجوج ديال البيضات، 85 غرام ديال السكر سنيدة، جوج معالق كبار ديال المايزينا او النشا، معلقه صغيره ديال خميره الحلويات، روح الفانيلا او سكر الفانيلا على حسب اللي عندكم، 250 غرام ديال الدقيق الابيض، 60 مليليتر ديال الزيت، ونفس الكميه ديال الماء، وقبيصه ديال الملح اكيد. بالنسبه للزيت والماء يعني كاس ما عامرش، كاس صغير ما عامرش، تاع اتاي ولا كاس ديال العنبه ما يكونش عامر، كاس العرب نقولوا بالنسبه للناس اللي ما كيحسبوش بالمليليتر. فهي وصفه سهله بزاف. كيفاش كنديروا لذاك الطاخت ولا داك العجين ديالها؟ عادي كيف كنديروا اي كيكه ديالنا، كنديروا السكر والبيض كنطربوهم مزيان. ممكن انكم تستعملوا الخلاط الكهربائي، انا بالنسبه لهذه لان وصفه سريعه بزاف قلت غادي نستعمل غير يدي. كنزيد عليهم قبيصه ديال الملح وروح الفانيلا اللي كيف قلت ممكن انكم تعوضوه بسكر الفانيلا، او الا ما عندكمش ديروا شويه ديال القشره ديال الحامض. اهم حاجه انكم ديروا شي حاجه اللي كتنسم وكتحيد لكم الريحه ديال البيض. من بعد كنزيدوا السوائل اللي عندنا، الماء والزيت، بالنسبه لهاد الطاخت ممكن تستعملوا عوض الزيت تستعملوا الزبده، غير بالزيت كتجي خفيفه وكتجي بحال بونج هذاك العجين ديالها ولا داك البودن كيف كنقولوا حنايا ديالها. ومن بعد كنزيدوا دوك النواشف ديالنا، كنزيدوا الدقيق والخميره والنشا ديالنا، واكيد ديما 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 كنغربلوهم باش ما كيجوناش دوك الحبيبات ديال الدقيق. بالنسبه للدقيق كاين دقيق اللي كيشرب كيف شفتوا هنايا، انا راه عندي 250 غرام، ولكن راه كنزيد شويه بشويه حتى كنشوف الخليط ديالي يتماسك، يعني ما كنزيدش الكميه كلها باش كنتفادى ان الخليط ديالي يجيني ثقيل بزاف. من بعد ما كنخلطوا هذاك الخليط ديالنا بزاف حتى كينسجم مع بعضياته، كي كتشوفوا الخليط ما كيكونش جاري وما كيكونش قاصح، يعني بهذا السمك اللي كنتشوفوا في الفيديو. غادي ناخذوا هذا المول ديالنا اللي خاص بهذا النوع ديال هذا الطاخت، اللي كيكون خاوي من ولا طالع من الداخل باش كيجينا خاوي، باش كتجينا داك الطارت ديالنا خاويه، وكنعمروها بالفاكهه اللي حنا بغينا. غادي ندهنوه بشويه ديال الزبده ونديروا اكيد دقيق باش ما تلصقش لينا هذيك الطاخت ديالنا. الا شفتوني انا في هذا الفيديو انني حطيت ترجمه بالالمانيه، لان بزاف كيطلبوني حتى البنات اللي خدامين معايا ولا الناس اللي ما كيفهموش ما كيقدروش يقراو العربيه، واخا هنا مغاربه كابرين هنا ما كيقدروش، واخا كيهضروا العربيه ولكن ما يقدروش يقراوها. فانا قررت انني ندير ترجمه للفيديوهات، نحاول انني قدر الامكان ندير ترجمه للفيديوهات حتى بالالمانيه باش كلشي يكون على خاطر. وحتى بالنسبه للانستغرام الفيديوهات غنبقى نحطهم حتى في الانستغرام ديالي، يعني يجوني اسهل.
من بعد ما غادي نديرو هذيك الطاخت ديالنا ولا ديك العجين ديالنا غادي ندخلوها للفران على درجه 180 درجه. واكدوا ولا كنأكد لكم ان الفران يكون ديجا سخون من الاحسن، يعني ما تدخلوهاش للفران وهو بارد. 180 درجة انا خدت لي هنا الطياب مدة 20 دقيقة، نتوما ديروا 15 دقيقة وطلوا عليها كل مرة حتى كتحمر بحال كيكة العادية، كتجربوها بشي عود كتشوفوا بان طابت وكتخرجوها من الفران. كيف قلت لكم انا خدت لي هنايا 180 درجة و 20 دقيقة ديال الطياب، ما فاتتهاش. هنا من بعد ما خرجتها كي كتشوفوا راها محمرة وطلعت زوينة تبارك الله طلعت زوينة، غادي نخرجها من هذا كنديرها في ديك الفوطة ونخليها تبرد على جنب في الثلاجة. كي كتشوفوا معايا راه ما كتلصق ما والو، داك العجين ما كيلصق ما والو وكيجي خاوي من الداخل. بالنسبة لهاد الطاخت هادي ممكن انكم تعمروها باي ديسير كان، يعني ماشي غير بالفريز، ممكن ديرو هنايا. انا عندي هنايا عصير البرتقال ولا نقولو ملتي فيتامين اللي مخلط فريز وبرتقال. من الاحسن الا كان عندكم غير الفريز ديرو الفريز باش ما تحتاجوش للملون الغذائي، يجيكم اللون حمر. هنايا زدت النشا، جوج معالق ديال النشا، غادي نخلطهم مزيان ونديرهم يطلعوا شويه بالعافيه ولا يطبخوا واحد شويه حتى كي يتعقد لينا هذاك الخليط ديالنا. الا كتشوفوا هنايا انا رزت واحد شويه ديال الملون الغذائي. كيف قلت لكم الا كان عندكم العصير ديال الفريز ما تحتاجوش الملون الغذائي، ولا ممكن ديروا حتى بلاش، داكشي كيبقى اختياري غير على حسب اللون وصافي، لا يعني ما كيزيد لينا والو. هنايا زدت جوج المعالق السكر، ردوا البال الا كنتو استعملتوا العصير اللي فيه السكر ديروا اقل ولا ذوقوا هذاك الخليط ديالكم. كنتو استعملتوا خليط ما فيهش ولا عصير ما فيهش السكر بحال كيف درت انا، زيدوا جوج معالق ديال السكر. هنا خديت الفريز ديالي قطعته حتى اللي صغار خليتهم هكذاك. اهم حاجه في هذه الوصفه انني ما درتش زعما حتى شي حاجه اللي مشريه اللي كامله، كل شيء حاولت نوجدو. حتى بالنسبه للبنات اللي في المغرب ما كيتوفروش على البرودوي اللي كنقولوا لهم حنايا مثلا هنايا ساهل باش نلقاوه تما صعيب. المهم غادي ناخذ شويه ديال الكونفيتور ديال الفريز غادي ندهن به. حتى هاد المرحله كتبقى شيء اختياري، ممكن ما ديروهاش كاع، ممكن ديرو كونفيتور ديال نتاع المشماش. انا غير كنحاول ان يبقى نفس اللون عندي، يعني صافي فريز دونك فريز. وبالنسبه للناس المانيا هنايا اللي كنعرف انا بزاف انهم كيشريو هذيك كي كنقولوا ليها هذيك البودن ولا هذاك العجين كيكون كامل، ما كنعرفوش اشنو فيه. من الاحسن اننا نوجدوه في الدار، هو سهل بزاف كيف قلت لكم. وكان بامكاني انني نستعمل الجيلاتين ولا نستعمل هذاك الخليط اللي كيكون ديجا واجد كنكبوه فوق الطورطه، ولكن انا قصدا وجدته بوحدي باش حتى البنات اللي ما متوفرينش عندهم الاماكن فين يشريوه يوجدوه غير بوحدهم في الدار. يعني النشا والعصير غيكون عند كل شيء والسكر. المهم كيف كتشوفوا انا راه ما كبيتش الخليط في المره الاولى حتى كندهن هذاك الفريز ديالنا باش كنتاكد بان كاع داك الفريز خدا هذاك اللون اللي كيبري الفوق، وعاد كنكب الخليط ديالنا وكندخلها للثلاجه تبرد، ومن بعد غتشوفوها في التقديم. المهم كيف شفتوا معايا راه سهل بزاف، مكونات بسيطه جدا، مع ذلك كتجي راقيه حتى بالنسبه للضيوف اللي جاو عندكم الضياف ولا جايين يشربوا معكم قهوه، علاش لا. نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، انني كنت خفيفه على قلبكم. الناس اللي يلاه كيشوفوا لي الفيديو ديالي اول مره ما تنساوش تابونا ودقوا الجرس باش يوصلكم ديما الجديد. والناس اللي مازال ما كاينينش عندي في الانستغرام غنقول لهم غنخلي لكم الرابط عندي في القناه ديال الانستغرام ولا ديال الفيسبوك. مرحبا الا كاين شي اسئله وشرفتوني. ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع الناس اللي عزازين عليكم، اكيد الا عجبكم الفيديو ولا كيعجبكم الوصفات ديالي. شكرا على الدعم ديالكم، شكرا على التعاليق ديالكم الجميله، وغنقول لكم الى فيديو قادم ان شاء الله. تشوس.